في مكتبة الإسكندرية كما ذكرت الدكتورة سعاد هذه المنارة الكبيرة اللي احنا كلنا دايما أول ما بنفكر بنيجي على مكتبة الإسكندرية. بالنسبة لنا هتشجعنا أكتر، يعني محافظة زي ما ذكر مستوى الحضور مستوى الشعب الإسكندري، وأنا الحقيقة بتكلم هنا على الإسكندرية كإقليم. دي معناها ان الشركه قطاع الاعمال اللي هي احنا بنقول عليها قطاع عام وبنقول عليها قطاع اعمال وبنقول كذا وما فيهاش عدم كفاءه، لا معناها انها بتبقى تعمل ارباح ارقام ثانيه خالص، ده ينعكس ايجابا مباشره في مستوى قبول